تواصل إدارة شؤون الانتخابات استقبال مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2022 لليوم التاسع على التوالي. وتقدم للسباق الانتخابي يوم أمس 23 مرشحا، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح 342 مرشحا ومرشحة في الدوائر الانتخابية الخمس. وللمزيد أيها السادة، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي. فهد، مساء الخير. في اليوم قبل الأخير لإغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، ما هي نسبة الإقبال على عملية التسجيل لهذا اليوم؟ مساء الخير زميل عبد العزيز، التحية لكم والمشاهدي تلفزيون دولة الكويت. فعلا تواصل إدارة شؤون الانتخابات ولليوم التاسع وقبل الأخير لإقفال باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة العام 2022 جهودها في استقبال مرشحي مجلس الأمة. وقد تقدم وحتى الساعة 9 مرشحين في اليوم التاسع، ليصل الإجمالي إلى 348 مرشحا ومرشحة في الدوائر الانتخابية يعني الخمس. يأتي ذلك في ظل جهود كبرى تبذل من كافة الجهات المعنية بقيادة وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بالعملية الانتخابية في سبيل يعني الوصول للجاهزية الكاملة يعني وصولا ليوم الانتخاب في 29 من سبتمبر الجاري. في الجانب الآخر يعني صدر يعني قرار من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية بالوكالة بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح فيما يتعلق في مرشحي انتخابات مجلس الأمة، وهي فعلا باشرت أعمالها في سبيل فحص كافة ملفات يعني من ترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022، وعلى يعني أن تصدر تقريرها النهائي لفرز المرشحين الذين سيترشحون يعني انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، والآخرين الذين سيحظر ترشحهم بسبب يعني وجود سوابق يعني جنائية. في الجانب الآخر يعني قامت إدارة شؤون الانتخابات بإصدار الإحصائية يعني الأخيرة للناخبين وعدد يعني اللجان الأصلية والفرعية والمدارس التي ستقام فيها يعني الانتخابات في 29 من الشهر يعني الجاري، إذ بلغ إجمالي الناخبين للدوائر الانتخابية يعني الخمس في دولة يعني الكويت 795,911 ناخبا وناخبة في كافة الدوائر الانتخابية، منهم 388,990 ناخبا من الذكور و 407,812 ناخبة من الإناث. وستقام يعني الانتخابات في 29 من الشهر يعني الجاري في 118 مدرسة موزعة يعني على 759 لجنة فرعية وأصلية. زميل عبد العزيز، يعني للأمانة كافة يعني الجهود اليوم بين الجهات يعني الحكومية المعنية تتكامل في سبيل يعني الوصول للجاهزية يعني الكاملة وصولا إلى يوم الانتخاب 29 من سبتمبر الجاري. يعني بدورنا نتمنى كل التوفيق لكافة مرشحي يعني انتخابات مجلس الأمة، وأيضا كل التوفيق والنجاح للخطة يعني التي يعني قامت برسمها كافة الجهات الحكومية في سبيل إنجاح العرس الديمقراطي في دولة الكويت. نعم عبد العزيز. نعم الزميل فهد التركي من إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة شويخ السكنية، بإذن الله سوف نتواصل معك في نشرات ومواجيز لاحقة بإذن الله. شكرا لكم.